أحلى 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 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة بيرغن النرويجية. هذه البحيرة اللي قريبة من محطة القطارات والسيتي سنتر طبعا. شوفوا نحييكم من مملكة النرويج. عنا ما بغيت أوصل ثلاث طيارات لين وصلت لنا. زين الحين الساعة 1:30 الظهر، لكن نشوف الجو تقول المغرب، تقول تفكر ان الجو المغرب. غيم، جو بارد، 12 نزل 11 12 11 الحين عز الظهر. شيء عندهم سباق ارغام، اشوف عندهم فعالية اليوم، كل حد برغمه. هاي مسوين سوق، اظن هاي مال السبت والاحد، واسعارهم حلوة بصراحة على 200 كرونة، وعلى اعتقد يا اخوان اعتقد ال 1200 كرونة تساوي 900 اماراتي ولا سعودي ولا قطري في الحدود، اعتقد ال 1200 كرونة تساوي 900 تقريبا. انا ما لقيت غير سيارة بي ام اجرتها، خذوا عني 7000 كرونة، بحسبها بعدين بشوفها كم لمدة اسبوع، لمدة يعني من السبت الى السبت 8 ايام الظاهر، صححوا لي. السبت الجاي لازم اسلمها في اوسلو. نواصل. هذا أهم مكان في بيرغن، سيتي سنتر الرئيسي. طبعا في الدول الاسكندنافية اخوان في يعني في ماركتين من الفنادق اللي هو سكانديك وراديسون بلو، اشهر فنادق في الدول الاسكندنافية. فهاي دائما تلقى 3 نجوم، تلقى 4 نجوم، تلقى 5 نجوم. نواصل شارع التسوق ستراند غارتن، خلف البنايات هاي الحين المينا الهاربر، كان حلو جدا، درجة الحرارة 11، اليوم السبت تاريخ 9، ساعدوني ايوه 9 صح عليك يا محمد اليامي، 9 سبتمبر 2016. وما زال البحث عن بطاقة للتلفون، ادور محل البطايق. في اوروبا خصوصا في النرويج صعب، صعب جدا، لا في المطار لا في هذا. ركبنا بطاقة عندها تيليا، أقصى كمية داتا 10 جيبي. هذا سنتر في الشارع، في شارع المشاة هذا السنتر. أقول لكم مأساة في أوروبا، مأساة، عدنا في ألمانيا غير، في هذا غير، في النمسا أسهل شيء، لا يطلب منك جواز ولا يطلب منك بطاقة ولا باقي الدول إلا جواز، وهات وصور. نواصل تصويرنا. الصراحة الجو يا اخوان عالمي عالمي على اخر، واضطريت البس الجاكيت لبرودة الجو. وهذا المكتب يا اخوان ما يعني ما اوصيكم عليه، بتزور اي مكان تبغي اي معلومات، هذا المكتب افضل مكتب في وعلى المينا. شوف على المينا، على البحر، على المينا. وان بغيت تاخذ اطلالة على الجبل، شوفون الاطلالة هاي، هاي الاطلالة هني اخر البنايات هاي، فيه ترام ياخذك يوديك فوق، فقط الترام عند المبنى هذاك الاحمر، السوق القديم هذا على يمين منك داخل شوي. صار رحت انا مرتين صورت، بس انه وايد مرتفع يعني، لكن صراحه نظره بانورامية عجيبه. دا
تبغي تاكل سمك هذه الاماكن. هذا شوف الخيمه هاي شوفوا تناول بس وش وشوي ام بغيت بس فينو فليت سون فرد لو الى روب نيم فبي وانا هاي كبير. هذه منطقه المينا منطقه الصيادين الصبح يجون هنا ينزلون الصبح اسماكهم. هذه الزوارق حق المدن اللي بعيد. نروح حق البيوت القديمة هذيك الملونة. يا الله يا ريحة السمك ضاربة في مخي. وحين وقت غداء. لحظة بشوف شو اللي عندهم بس. يا ثمار البحر. كل اسماك هنا. حتى العوال عندهم. الباص السياحي تقدر تاخذ بلفه. هذا يغنيك عن كل الاماكن اللي قريبه مني كلها يمر عليها كلها المهمه. نوصل. هذه كلها مطاعم بحريه على المينا. حتى البيزا بالمأكولات البحريه. حتى البيزا يسوون لنا كل المأكولات البحريه. البيوت شوفوا من سنة 1904 1903 بيوت قديم جدا 1905. هذه هي بيرغن جميلة جدا وتعتبر المدينة الثانية في النرويج. مرسى السفن الكبيرة هناك اللي يبغى يحب يزور الخلجان عن طريق السفن. هذه حق الكسول تكي بس وطل من الدريشة ويمر بك على أهم الأماكن أهم الخلجان. لأن السواقة متعبة جدا سواقة السيارة. هذه علشان الانعكاس تيهم باكر الصبح قبل لا يصحون من النوم وقبل لا يحركون أي طراد أي قارب عشان انعكاس المباني. نواصل. أراضي شاسعة مترامية الأطراف واللي يسكنونها في حدود 5 مليون. عشان كذا فيها يعني ناس من أفريقيا خصوصا الصوماليين جو أعداد كبيرة في هالمكان يعني في النرويج اشتغلوا في الأماكن. هذا بعد سيتي تور سواء بغيت بالباص تبغي بالسفينة. هذيك السفينة الزرقاء تأخذ بك بعد لفة هني قريب. مطعم تايلندي تشينغ ماي تاي ريستورانت. وصل تصويرنا لهذه المدينة الجميلة سواء بتيها بالقطار بالسيارة بالطيارة بس طبعا بالطيارة أفضل شيء.
أنا من رجيتها بالقطار تعبتني كثير وايد، وبالسيارة بعد تعبتني. أنا كان بالطيارة 40 دقيقة أحسن لك من أنا. هذه هي بيرغن، جميلة جدا، وتعتبر المدينة الثانية في النرويج. مرسى السفن الكبيرة هناك، اللي يبغى يحب يزور الخلجان عن طريق السفن، هذه حق الكسول، تكي بس وطل من الدريشة ويمربك على أهم الأماكن، أهم الخلجان. لأن السواقة متعبة جدا، سواقة السيارة. هذه كاتدرائية المدينة، بس دري لازم تركب السلم هذا. كانت يا اخوان الدول الاسكندنافية عموما يعني كانت مشهورة بالقراصنة. هاي دولة قراصنة يعني في السابق، أكثركم عارف الشيء هذا. أشهر القراصنة وأغواهم وأعنفهم كانوا الإسكندنافيين.